غادي نحتاجو 4 الكيسان ونص ديال الكوك وحك نسلي كامل كنديره كله. وكنبداو نخلط المكونات بالتدريج، ما تكبوش النسلي بدقة، بداو تكبوه بشوي بشوي حتى كيعطيكم حتى كيبدا يتجمع لكم. بالنسبة للكوك الى بالك مازال داك المكونات ما تمزجوج مزيان، خاصهم يكونوا بحال العجينة بحال هاد الطريقة كتشوفوا في الفيديو. الى بالكم مازال ما ولات هكا كتبداو تزيدوا النسلي شوية بشوية، الى بالكم النسلي غلب كتزيدوا الكوك. من الافضل تبعوا الكميات على طريقة على زعما بالتدقيق. كي كتشوفوا انا خديت واحد الاناء على هاد الطول هذا، على هاد العرض وهاد الطول. ممكن انك تستعملي مول الى عندك بحال هاد الشكل. صافي كنبقاو نبسطو بحال هكايا، كندخلو الثلاجة واحد ربع ساعة حتى ساعة يشد فراسو مزيان. صافي وكنجيبو واحد السكين كتشوفو كيكون هاد السمك هذا، كنجيبو واحد السكين كنبداو نقطعو. اللي ما دار اللي ما بغاش يدير هاد الطريقة ممكن انك تبداي تشكليه، يعني ملي كتجمعي المكونات ديالك ملي كيعطيك هذاك العجين المتماسك كتبدي ديري كرات اولا انك كتشكليه على شكل صبيع يعني على شكل صيقار، راه كيكون ساهل ملي كيتجمع. صافي من بعد ما كنقطوه كتشوفوا كنقادو داك الجوانب كنديروا الشكيلات اللي بغينا لكم الاختيار. صافي من بعد كنديروا 300 غرام ديال الشوكولاط. بالنسبه للشوكولاط غالا ماركه مزيانه، وحتى من ناحيه الكميه ما غتوحلوش فيها، غالا باكيه كامله دايره 20 درهم يعني نص باكيه دايره 10 درهم، وتبارك الله راه فيها بزاف يعني الكميه ديال 10 درهم ديال باكيه ديال غالا غتكفيكم. كي كتشوفوا غالا اولا غيش هادو الماركه المزيانه كي كتشوفوا. صافي كنديروا هاد الطريقه هذه، وهاد الطريقه اللي كندير انا ديال المعلقه كنديها تحت من الفرشي ضروري نديروها باش الشوكولات ملي كنحطوه على الشبكه باش كندخلوا للثلاجه ما كيخليش لينا لاطراس ديالو، يعني كيبقى واحد الشويه اللي كيبقى ديال الشوكولات زايد كتقطعوا بالموس. وبالنسبه لهذه انا ديجا درت لها الشوكولات ودخلتها بردات، ومن بعد كنعاود نضيف على الشوكولات كي كتشوفوا يعني باش تجيك جوج طبقات. كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال اصابع الباونتي ديالنا، كتجي زوينه وبنينه بزاف. بالنسبه اللي عنده الوليدات غتعجبهم، راه حنا الكبار الناس الكبار غتعجبهم، ما عدا وليدات الصغار. كنصحكم بها ونتمنى ان الفيديو يعجبكم وتعجبكم الوصفه ديال اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والتعليق ديالكم، ومع السلامه نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.